على مدى 69 عاماً كان الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه من القوى المهيمنة في أوروبا، ولوقت طويل كان يتساوى مع الولايات المتحدة. فلماذا انهار؟ أولاً، كان الاتحاد السوفيتي مكوناً من 15 جمهورية مختلفة، لكل منها ثقافات ولغات وتاريخ مختلف عن روسيا. هذا التنوع الثقافي والتاريخي جعل العديد من هذه الجمهوريات غير مستمتعة بكونها تحت حكم دولة تحكمها الروس. ثانياً، كان الاقتصاد المتدهور عاملاً رئيسياً في انهيار الاتحاد السوفيتي. خلال التسعينيات، كان اقتصاد الاتحاد في حالة سيئة للغاية، ولم يكن قادراً على تلبية احتياجات شعبه في نفس الوقت الذي كان ينفق فيه مبالغ ضخمة من المال على الجيش. هذا التدهور الاقتصادي أدى إلى عدم استقرار داخلي وزيادة الاستياء الشعبي. ثالثاً، الإصلاحات التي أجراها آخر زعيم للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف أسهمت بشكل كبير في تفكك الاتحاد. كانت هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والسياسي، لكنها أدت إلى زيادة التوترات الداخلية وإضعاف السيطرة المركزية، مما أدى في النهاية إلى تفكك الاتحاد. بهذه العوامل مجتمعة، أصبح من الصعب على الاتحاد السوفيتي الاستمرار ككيان موحد، مما أدى إلى انهياره في نهاية المطاف.